Assalamu alaikum, Dr. Hisham. I have some questions related to Palestine. Could you explain how Israeli action have deformed the Palestine economy? طبعا لا يمكن الإنكار أن الاقتصاد الفلسطيني تشوه بشدة كبيرة بسبب القيود الإسرائيلية. تتضمن هذه القيود القصف جدار الفصل، حفر الأنفاق، الاستيلاء على الأراضي، الحرمان من الغذاء والكهرباء، السجون المفتوحة. جميع هذه الإجراءات جعلت الحياة في فلسطين صعبة للغاية. Thank you, Doctor. What significant decisions did the United Nations make about Palestine in 2012? مو significant decisions، هو قرار ظالم. في عام 2012 قررت الأمم المتحدة رفع فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو، مما يتيح لها المشاركة في الشؤون الدولية دون حق التصويت، يعني ما لهم حق يصوتون. Thank you, Doctor. How many countries had recognized Palestine as a country by 2019? حتى الآن اعترفت 138 دولة بفلسطين كدولة، بينما لم تعترف بها دول كثيرة مثل الولايات المتحدة وفرنسا على رأسهم. Thank you, Doctor. What are the two main areas that constitute Palestine and how do they differ economically? تنقسم فلسطين إلى منطقتين، الضفة الغربية وقطاع غزة. خلينا نتكلم اقتصاد. شوفي دكتورة، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية يتجاوز 4458 دولار، بينما في غزة 1257 دولار. هذه الفجوة الواسعة تعود إلى الاختلافات الكبيرة في السيطرة العسكرية والاقتصادية اللي تفرضها أو اللي يفرضها الكيان الإسرائيلي على كل منطقة. Thank you, Doctor. Could you please tell us about the historical origins of the conflicts between Israel and Palestine? يعود الصراع إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما اقترحت الأمم المتحدة إقامة دولة يهودية وأخرى عربية. اندلعت الحروب بين إسرائيل والدول العربية، والمخزي بالأمر هذا أدى إلى سيطرة إسرائيل، الكيان الإسرائيلي الغاشم، على أجزاء أكبر من الأراضي. Thank you, Doctor. When did the first and second Palestine intifadas occur and what were their impact? شهدت فلسطين انتفاضتين كبيرتين ضد السيطرة الإسرائيلية، الأولى عام 87 الثانية عام 2000. أدت هذه الانتفاضات إلى تصعيد العنف والقيود الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين وحياتهم اليومية. طبعا القيود الإسرائيلية تشمل التحكم في الموارد الطبيعية، حركة السكان، النشاطات المدنية، تجعل هذه القيود من الصعب تطوير اقتصاد قوي في الضفة الغربية. أما في غزة فإن الحصار الكامل يجعل الوضع الاقتصادي أكثر تدهورا، حيث تعتمد غزة بشكل كبير على المساعدات الدولية. الآن منذ عام 2006 تسيطر حركة فتح على الضفة الغربية، بينما تسيطر حركة حماس على قطاع غزة. هذا الانقسام السياسي يفاقم من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية اللي يواجهها الفلسطينيون. Thank you so much for your information, Doctor. This is the end of the interview. Thank you for having me. Assalamu alaikum, shalomkum. Let's welcome to Dr. Knowledge Sharing, Hisham Ahashmi. Let's join this wonderful journey together.